اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي الدائمين الحقيقه في هذه الفقره، ناقدنا واستاذنا الحقيقه الاستاذ جمال الزهري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك كابتن اسلام؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ايضا استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا استاذ محمود، ربنا يخليك. استاذ سامي عبد الفتاح ناقدنا الرياضي الكبير، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ اسلام. كله تمام الحمد لله. حلو استاذ اسلام. جديده اصل اربعه اساتذه يعني. لا بس استاذ لا مش استاذ خالص. يا كابتن ممكن لكن طيب انا في حل. هو ده التغيير كابتن استاذ. اه هو ده التغيير. خش على الاستاذ. النجم بتاعك. خش على الاستاذ. نجم الاصفر والازرق. جميل. هو كوكبه. ده كوكبه من النجوم. النضاره ايه موجوده والله؟ اه والله. اصل حضرتك الوحيد اللي مش لابس نضاره. استاذ سامي قال لنا ان انت الوحيد. انا لازم يبقى في اي حاجه كده. لازم في حاجه مختلفه. منور يا استاذنا. تسلم يا كابتن. انت منور طبعا. والاساتذه الاستاذ محمود والاستاذ جمال والاستاذ سامي. حبيبي يا استاذ ربنا يخليك. الاول ابدا بالاستاذ جمال. ورابطه الانديه الحقيقه عامله شغل كويس حتى هذه اللحظه. رابطه الانديه عامله شغل كويس. هناك بعض الامور اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن بشكل عام بدايه جيده، قرعه جيده، قرارات تم اتخاذها جيده لو تم تطبيقها، وبالتالي شكل جيد لبدايه الدوري العام. هو زي ما حضرتك قلت، حتى هذه اللحظه كل الشكل والاجراءات كلها ماشية زي ما الناس بتتمنى. يعني شكل إجراء القرعة، وجود كوكبة من النجوم. أيوة. هم اللي بيشاركوا في الحكاية دي. موضوع قرار عودة الجمهور ده أعظم حاجة. ده أهم حاجة. بس إحنا بنتمنى أنه برضو ألف وألف قليلين. هو ألف اللي جاية النهاردة. هي مع الوقت. مع مرور الوقت والجماهير اللي هتحضر هيبقى عليها دور مهم قوي قوي، ان هي هتشجع على زياده عدد الجماهير اللي هتحضر. مظبوط. بالسلوكيات وبالتصرفات بتاعتها. بالنسبه للقرعه طبعا انا دايما مع انه مباراه الاهلي والزمالك تبقى في ميعادها، يعني مش موجهه. أوكي. فهي اتعملت بالفعل، هتكون تطلع اول مباراه تطلع اخر مباراه لما تطلع، هتكون الاسبوع التالت او الجوله الثالثه. طبعا المواجهه الاولى للنادي الاهلي مواجهه انا شايف ان هي يعني مواجهه قويه جدا وصعبه. لكن اجمالا الدوري السنه دي شكله هيبقى مختلف، والانديه اللي طالعه هتشعل المنافسه. وبالتالي من اول يوم يجب على النادي الاهلي ان هو كل مباراه مباراه كؤوس من البدايه كده، لان برضه اعلن حاجه فيها شيء من الخطوره شويه، ان ممكن لو الوقت زنق الدوري يتوقف عند الاسبوع 17، اللي هيبقى اعلى هو اللي هياخد الجداره. اللي هي الجداره. انه هيتاخد. طبعا دي مساله محتاجه نوع من التركيز الشديد، لانك لا تضمن اي مفاجات. ممكن فجاه كده يقول لك الدوري خلص، فيبقى الاول ازاي يعني ده ازاي يعني؟ ايوه هم قالوا كده. ايوه هم قالوا اعلنوا ده فعلا يا فندم اللي يقول تمام. بس هي عمليه طبعا صعبه يعني. لا هي صعبه جدا يعني. ده قانون يا ريس يعني ولا ايه؟ لا ده اعلنوا هذا الكلام يا ولا دي لائحه يعني رسميه هتبقى في الدوري. قالوا ان هي لا يعني ضمن شروط المسابقه. اذا توقف الدوري ولم يفاجئ. لا 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 مش كده. وعجبني خلاص الدوري مش هيكمل. ما هو قايل يا ريس في ترتيبته، قال لك كابتن عامر حسين قال ان الدوري فيه 200 يوم. لسه كنت هسالك السؤال ده. اذا انا عايز اكملها. هتهلنا هتهلنا. 200 يوم هي موجوده يعني. بس انا اشوفها لك 200 يوم يعني ده لائحه المسابقات يعني. شروط المسابقه. 200 يوم واربعة. عارف انت كانوا هما محتارين. تبقى 161 يوم. بص للدوري. هو كان الخلاف على ايه؟ على شكل الدوري. هتلعب دوري بشكله التقليدي اللي هو ده، او اللي هو من دورين يعني. ايوه. او تلعب دور من دور واحد والثمانيه اللي فوق يلعبوا الثمانيه والكلام ده، او تلعب دوري مجموعتين. فقالوا لا هتلعبوا الدوري بشكله العادي، بس اضافوا اعتقد شرط. ده حسب الكلام اللي اعلن، وبرضه ان نتناقش فيها طبعا. لا حصل
حصل اعلان بس انا مش موافق على ده يعني. يعني انا مش موافق عليه. ايه ليه؟ انت اعلنت شروط للمسابقه. هو دلوقتي راس مش لا مش رمى الكوره في ملعب الانديه وقال يا جماعه احنا حاولنا نعمل لكم حاجه انتوا رفضتوا. احنا ما سمعناش راي الانديه كان موافق ولا ما وافقوش. يعني هو بيقول بيتكلم بلسان الانديه انه كان الطرح اللي احنا اتكلمنا فيه واللي انتوا حضرتك عليه دلوقتي ماشي. وعلى فكره كان ده الافضل للكره المصريه في الفتره دي. اللي هو ليه بقى؟ اللي هو ان دوري دور واحد النموذج البلجيكي 8 النموذج البلجيكي هو 8 و6 باين تحت كده وتخلص كده هتوفر ايه؟ تمام هتوفر ليه بقى حضرتك؟ هتوفر 7 اسابيع. 7 اسابيع ده لصالح مين؟ عندك هدف رقم 1 هدف اسمى من كل الهيصه الوصول لكاس العالم بطولة أمم أفريقيا البحث عن عودة سمعة المنتخب المصري. وحضرتك سمعت إن أنت سمعت زي ما أنا سمعت أو حضراتكم سمعتوا زي ما أنا سمعت برضو إن كارلوس كيروش دي تسريبات لم غير رسمية يعني أن كارلوس كيروش يطلب في نوفمبر أسبوعين معسكر هيعمل معسكر وده ما كانش محطوط في الخطة خلي بال حضرتك لا ده طلب جديد هيبقى طلب مباراة استعداد أنجولا والجابون يا فندم أنا عارف ماتشين الأنجولا والجابون طلب معسكر طلب معسكر مباراة ودية يعني النهاردة النهاردة معسكر بعد الجولة الثالثة في معسكر يعني فين هو إمتى؟ 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 الجولة الثالثة دي هتخلص يوم كام؟ لا الايام دي بتاع ربنا ما لسه ما لسه الجدول لم يقع عشان كده ما دي يعني اشكاليه عندك مباراتين بتوع انجولا والجابون في 11 انت هتلعب امتى معسكر المنتخب وتلعب مباراه وديه وعندك دوري ابطال افريقيا بدا والكونفدراليه بدات لا اعتقد مباراه وديه في مع بدايه الدوري مش منطقيه يعني شايف الكلام ده الجدل ده كله يؤكد ان انا بقول لحضرتك انه حتى هذه اللحظه يعني انت ما غلطتش انت قلت الجمله في مكانها حتى هذه اللحظه كل الترتيبات جيده جدا ماشيه جيده شكل جدا شكل العام حلو ماشي انا ماشي الى متى ماشي بس الكلام حلو قوي ماشي ارجع كده ورا سنه كده ارجع لي ونبي كده لصالح ارجع هات لي المشهد كده وهات لي الاستاذ عمرو الجنايم لما بدا الموسم عليه 5000 مشجع لكل نادي في المباراه وتنظيم مش عارف مين وهنعمل الفان اي دي وهنعمل مش عارف مين يا رجاله وهنعمل موسم يكسر الدنيا صح ولا لا ولا للتاجيل ولا للتاجيل ولا مش هنعمل ومفيش حاجه وجينا عشان ماتش الاهلي والزمالك الدنيا اتقلبت وولعت وزي ما انت شايف الكلام جميل وزي الفل وعلى راسي من فوق واحب قوي كل شويه تصريحات حلو واقعد انفخ في ناس ها واديها دور بطولي وفتش وراها ما لقاش حاجه لا يا جماعه التقييم المره دي هيبقى على الارض بالظبط دلوقتي اقول لك اوروبا واسبانيا اعلنت رسميا يوم 17 اكتوبر المدرجات كامله تعالى تقول انت 1000 معلش هم كده كده الناس بيدخلوا من خلال دي الدفترين دول اللي بيروحوا بيدخلوا من الانديه معارفهم كل واحد معاه دفتره اسمك يا كابتن رقم بطاقه اتفضل يا فندم هو في معايير كتير قوي في موضوع الحضور الجماهيري ده احنا لازم نعترف بيها يعني ما انا بكلمك معايير الصحه والامن ويعني يا فندم كل ده لا الصحه والامن دول سهلين يا فندم بس انت اديني خاطب الاجهزه قلناها هنا على فكره الاستاذ عمرو الجنايه الاستاذ عمرو الجنايه قال السنه اللي فاتت 5000 لما بدا الدوري قال كلام طبق الاصل من مسابقه ومفيش تغيير ومفيش مش عارف لائحه يا جماعه يا جماعه تعبنا من الكلام تعرف بعد حضرتك الكلام اللي قاله الاستاذ محمود ايوه كابتن عامر حسين قال 204 يوم ايوه بالظبط 204 يوم توقفات حلو الكلام يعني ده كده هنا ايه عكس كل ده حضرتك يا كابتن 204 يوم كابتن احنا مع حضرتك قلنا ايه هنا ايه لو تفتكر من حوالي اسبوعين ده قلنا لابد ان هنا يكون في اليد القويه من اتحاد الكوره وراح اتحاد الكوره جاب الرابطه لا تعالى بس خليك معايا شويه هنا حتى طلع احمد مجاهد قال لك ايه لا ليس من حق الرابطه ان تتحدث في شكل مسابقه الدوري ده شيء مسابقه شكلها ثابت ما حدش ده لعب فيه انا انت يا عم المهندس احمد مجاهد مع كامل احترام ليه بصيت بعينيك وشفت مشاكلنا ومنهكين وتعبانين ولا شايفنا يعني جاهزين في قمه اللياقه والضغط احنا مستحملين احنا تعبانين ليه ما فرضتش قوتك وسلطتك كمسؤول عن اللعبه ومنظم اساسي ستوب يا جماعه معلش موجوده ما في رابطه بقى ما فيش يا ريس لا في رابطه سؤالي يا فندم ما سؤالي يا فندم الرابطه جايه من فين الناس تسمع انا بتكلم ما فرضتش انت ايه قلت للرابطه مش من حقك تغير الشكل خلاص هتربطه عامله كده واقفه كده سنه فكرت لا 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 يا ريس استاذنك طيب مداخله ما قالش عدم تغيير الشكل ده ان هم ما يقدروش يغيروا شكل المسابقات يعني ما يقولوش ان الدوري ده يبقى ليه مسمى اخر او يخترعوا مسابقه عشان كده هم
ما ردوش عليه، لكن هم بيتصرفوا باعتبارهم وكلاء عن الأندية اللي طلبت شكل الدوري يعني زي ما هو. الأندية وافقت على الشكل ده يا رئيس؟ طبعا ده بالاتفاق اللي هو الكلام ده؟ طبعا ده طبعا الأندية أنا بقول عشان بس نسمع بعض نسمع بعض. أنا شايف إن كان لازم كان لازم فعلا ناخد وقت شوية أكثر شوية في مناقشة موضوع شكل المسابقة. الموضوع يعني كان شكل المسابقة كدور واحد انقاذ لمواسم جايه يعني يا ريس، انقاذ ده الكلام اللي احنا طرحنا فيه. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان فعل يعني قالوا ان في طرح وبعد يومين 48 ساعه او 72 ساعه قالوا الانديه قالت انظري رفضت، فرفضت. وده حقيقي كان لازم يبقى في مناقشه موضوعيه اكثر من كده ونوصل للشكل يعني 204 يوم المطلوب. ده عكس الكلام يعني هو الاستاذ يعني الكل قال ايه يا استاذ سامي؟ قال لك مفيش تاجيلات ومفيش كذا ومفيش كذا، فصعب جدا. بعدها على طول طلع التصريح انا جاي كاتبه قدامي ان الاستاذ عامر حسين بيقول ان رابطه الانديه المحترفه المشرفه قال ان في 204 يوم توقف في الدوري الجديد. دوري 204 حاجات طبعا يعني يعني مناسبات ما تقدرش لا مفضل في حاجه بالظبط. كاس افريقيا وافريقيا كاس العرب يعني استكمال بطولات الانديه يا ريس وبطوله بطولات الانديه مشوار افريقيا مشوار افريقيا الاربع انديه في نفس الوقت واتمنى ان كاس الانديه العربيه مكمل ولا اتلغى؟ مكمل لا كاس الانديه العربيه شغال في ان شاء الله الاتحاد غالبا اتحاد سكندري اعتقد وسموحه ربما يمكن سموحه لا سموحه لسه لم يحسم يعني لم يحسم فطبعا الجدول مزدحم جدا مزدحم جدا هو ده اللي قلناه يا استاذ سامي اللي هو كان من الاساس حضرتك انا معاك انا معاك في الكلام ده وجهه نظري مع كامل احترامي انه كان رابطه الانديه مع اتحاد الكوره تبقى يد قويه تضغط على الانديه احنا عندنا موسم استثنائي لازم اعديه بدون ضغط عشان انقذ ايه؟ وبدون ضغط انقذ الهدف بتاعي الهدف بتاعي هو كاس العالم موضوع كاس العالم مش التصفيات اللي احنا بنلعبها ده يا جماعه ده الماتش بتاع شهر 3 اللي هي مباراتين ذهاب واياب سواء ربنا يستر انت ايه تقع مع مين ما تعرفش بقى حساباتك حسب التصنيف لكن هو الهدف انه كنت انا اتمنى انك انت تكسر الجمود ده وتطلعنا بقى بره عشان نبدا موسم مختلف السنه الجايه اقول خلاص خدتوا نفسكم ريحنا بقى يلا خلاص انتهى لكن انت في الاطار ده اعتقد ايوه بس هو هنا معلش يا استاذ محمود وحضراتكم يا ريت تتدخلوا معايا في هذا الامر الانديه ما وافقتش اول حاجه ما يقدرش يعمل حاجه هو اول حاجه هتقول لحضرتك ايه هو الانديه ما وافقتش او معظم الانديه انا ما اعرفش مين فيها كابتن انا ثلاث اقتراحات اللي احنا قلنا الانديه ما وافقتش غير على الانديه وافقت على الشكل ده الشكل اللي على فكره مش الاهلي والزمالك والانديه بس الانديه الصاعده او اللي عندها مشاكل انا بتكلم على الاهلي تقول لك هنلعب بالشكل التقليدي جمال هو اقتراحين اما الدوري بشكله البلجيكي والسويسري او دوري المجموعتين او الدوري المتعارف عليه من دورين الانديه طلبت ابو دورين لان الانديه ليها شركاء رعاه اي تغيير يا جماعه في الدوري كان هيتبعه اجتماعات ما تهمش بقى الجمهور في حاجه بينهم وبين الرعاه خفض لي نزل لي وهو كده كده يا دوبك ساتر نفسه بالاجزاء اللي ماشي فيها فهو اختاره ما افهمه يعني يتحمل محدش بقى مع يا استاذ عصام محدش بعد كده يتكلم عن ارهاق ولا اجهاد انا جاي لحضرتك بقى اهو انا جاي لحضرتك هو على فكره الاستاذ عامر حسين برضو بيتكلم في النقطه دي بشكل جيد على فكره قال لك انا هلعب بالماتشات كل 3 ايام والانديه وافقت على هذا الكلام ايوه ده اول حاجه تاني حاجه ان لو انديه من الانديه اللي بتلعب في افريقيا وصلت للمباريات النهائيه مش هيبقى في مباريات محليه اثناء ما بين المباراه والمباراه هو قال كده مش هنا بقى ده معناه ان هو برضو يعني بينظر للبطوله الافريقيه بالمناسبه وهنا برضو لازم نروح للاصل مهمه جدا الاصل دور الرعاه ان انت تدي الرعاه المنتج بتاعهم ومن ناحيه تانية لاعبتنا وانديتنا تلاقي اشكال مثلى للتدريب اولا في الدنيا بحالها اكيد حكايه اللعب كل يوم دي ليها حل اكيد في الكتب زي ما الملاعب ليها احذيه اكيد اكيد مفيش يعني هذا الجوله تبقى هذا العلم على كم متوزع يوم. لا اقصد يعني في علم التدريب اكيد الاستفاض دي بقى لازم تتغير اداء اللاعب نفسه لازم ياخد راحات بقى في البيت ويجي النادي من الصبح بقى قاعد مريح وريكفري ما هو ده اللي هينقذ عشان كده لا يمكن لنادي انه يطلب يوم زياده البطولات بتاع الانديه فيها جوائز يعني يقدر بقى يشوف الرعاية يودوه بطياره يودوه بالقطر يودوه ماشي يرجع خلال الثلاث ايام ويلعب
وبالتالي كل حد يتحمل مسؤولياته. الأندية خدت بالشكل ده لأنه ده الشكل الوحيد اللي يخليها لو توقفت المسابقة الرعاة ما يقدروش ينزلوا بالفلوس يعني في التقليل، يقدر يقول له خلاص هو الموسم بتاعك كده وبالجدارة اديني حساب السنة كلها. ده اللي أنا فهمته من قاعدة الأندية مع الرابطة، وإنه ده الحاجة الوحيدة اللي الرعاة لن يرفضوها، ده اللي وداهم السكة دي. أوكي طيب، عموما هنشوف ايه اللي هيحصل خلال، لكن احنا دايما بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، دايما احنا دايما بنتكلم بالشكل اللي لو في مشكله بنتمنى. لا لو في مشكله بنقول كذا 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 كذا، وحضراتكم قلتوا الكلام ده من مش النهارده. لا نتمنى الشكل الافضل يعني احنا حتى لما بنقول ملاحظات الملاحظات دي الهدف منها ايه؟ الشكل الافضل ان انت تطلع افضل منتج، تطبيق الامور اللي رابطه الانديه عليها. وعلى فكره بقى انا مش مع برضو ان انا كل المسابقات انا بعملها عشان بس اخدم على المنتخب. لا معلش، المنتخب له مسار وكلنا يهمنا ان المنتخب يوصل ويشارك مزبوط. وياخد كاس العالم، مش يشارك في كاس العالم بس، لكن لازم يبقى عندك مسابقه برضو. المسابقه دي المسابقه دي بتطلع لك المنتخب، هي اللي بتطلع لك المنتخب صح. وهي اللي بتعمل لك حاجه اسمها الكره المصريه اصلا صح. فما ينفعش ان احنا ايه يا استاذ محمود نخلي مسار واحد كلنا بنعمل عشان نلعب ماتشات. استاذ محمود هنا وجهه نظره لا صح هو صح ان هو السنه دي بس عشان ايه الانديه تاخد نفس. احنا على طول دايما يبقى كلامنا على اساس ان احنا بنعمل المسابقات دي مش السنه دي على طول، ان احنا بنحط اللعيبه دي في المفرمه طب ما انت شفت نتيجه الاراق طبعا، اللعيبه طلعت عامله ازاي، مراهقه برضو مع المنتخب يعني اقصد انت تاخد سؤال يا ريس وتاخد سؤال تقول لي بقى دور الثمانيه في كاس مصر هتلعب امتى والسيمي فاينل. لا خلاص ده انسى، لا تقول لي حضرتك بس عشان انا ايه وكان انا راجل ايه على قد وعلى فكرة. لا ازاي، ما انا عاوز افهم برضو بس اللي انا عاوز اقوله لك ما تحاولش هتتعب. لا لا انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، والله عاوز اقول لحضرتك يعني احنا بنناقش الدوري بس نسيت بتتكلم انت كاس مصر. ما انا بسالك، ما هي بطوله لسه ما خلصتش، فانا بتكلم على كده يعني خلينا خلي الانديه واضح ان هيحصل تضحيات في حاجات معينه وليه بتفكروا مش مختلف معاه. بس انا بكلمك بقول لك ايه، ماشي الكلام ده على عيني وعلى راسي، هل تقدر انت تيجي تقول للانديه مثلا والله يا جماعه معلش احنا قررنا المفروض من دلوقتي قررنا مثلا والله مسابقه الكاس نكملها بدون اللعيبه الدوليه؟ اقول لك لا اسف. ممكن اسالك سؤال اللي بدانا عليها ننتهي عليه؟ ممكن اسالك سؤال برضه يا استاذ محمود؟ طيب مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ ولا لا والسلامه. ما هو لا ما تتدافع الموضوع الدافع، انا بكلمك على مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ النادي الاهلي يبحث عن حقوقه طبعا فيها لغايه الاخر وهيفضل لغايه الاخر. انا اعتقد ان الاهلي هو اللي الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، لان ما نعلمه من اداره النادي الاهلي انها راح وراء طبقا للقواعد انها هتروح الاول هنا داخليا. ايوه فين يعني بمناسبه يعني كاس مصر يعني مش عايزين يردوا هم مش عايزين يردوا ما حدش بيرد يقول لك حاجه. مركز التحكيم ثم هيذهب بها للفيفا، الفيفا اعتقد بنسبه 70% مهيئ انه يسمع كلام عن اللي بيديره دلوقتي، مش الرابطه عن اللي بيديره كلجنه، لان اللي راح له كتير قوي من شكاوى وحاجات هي تحت المجر حقيقه يعني. عموما هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل اول ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اساتذتنا هنتكلم او هنكمل كلامنا في نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي مثلا الماده رقم 98 من اللائحه الجديده بتقول إذا ثبت اعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة بوقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد. إيه رأي حضراتكم في اللائحة؟ نعم لائحة إيه؟ ده اللائحة اللي اتبعتت لكل الأندية. يعني شؤون الحكام من الرابطة. من الرابطة؟ يعني دي اللائحة الجديدة بتاعت المسابقات؟ التنسيق الرابطة باتساع لائحة المسابقة يعني. أيوه. إيه رأي حضراتكم بقى؟ يعني بس في يعني الجملة لا يمكن تتحقق. ما فيش حكم هيطلع ابدا. اولا الماده دي في القانون، انا بقول لحضرتك دي موجوده بتسمعوني، ده الحكم اللي هيطلع يقول كده الماده دي في قانون التحكيم حسب معلوماتي يعني المتواضعه في الفيفا هاتوا يا جماعه، ما انا اتكلمت بس كده اذا اعترف حكم هات يا جماعه 48 ساعه طبعا كان اذا كتب امتلك الجراه والشجاعه ان يكتب في تقريره انه وقع في خطا
ادى لتغيير ده. الحاله الوحيده اللي يتم فيها الوحيده الغاء او اعاده المباراه من غير بقى ثبتة. ثبتة دي يعني ايه؟ اذا كان هو يعترف اللي جاب ثبتة اللي انا بقوله هو اذا اعترف الاثنين يا استاذ محمود يا استاذ جمال يا استاذ سامي يا كابتن متعارضين، اعترف ولا اثبت؟ اعترف يبقى مش محتاج حد يثبت. على فكره انا وانا طب اعترافه ثبت باعترافه. الاعتراف سيد الادله يا سيدي، ما هو سيد الادله اعتراف سيد يعني احنا ليه مش عايزين تفسير ليه؟ مش عايز تثبت حاجه يعني. هو الحكم يعترف ان هو اخطا. انا مش هقول البند اللي بيقول كده ليه خلال في فار شغال يعني 90 دقيقه بيثبت لي اللعبه دي فيها خطا ولا ما فيهاش خطا ولا مستحق ولا يعني بيصحح. على فكره بيصحح الصفاره سامي الخطا الخطا بتاع الفيفا على تغييب ماده في القانون مش لعبه بلين ولا لا. ايوه لا ماده في القانون يعني صعبه جدا يعني ازاي دي ازاي يعني اذا انت عارف ان الرايه ماده في القانون طبعا بتاعت الكورنر دي لو مش موجوده تبقى الحكم ما يلعبش طبعا مثلا يعني طبعا دي شروط يعني لا اتصور ان في حكم بيدين نفسه ويعلق نفسه المشكله. ده حصلت يعني على فترات على فكره منها مثلا زي لعيبه بتعترف انها مش جون وكذا لكن في حكم شخصي ما هو في حكام برضو لو قلبنا شويه. لكن انت تقول ان انا اخد قرار في مباراه انا غيرت قرارها يا جماعه انا غلطت فمعلش انا ما حسبتش مع على افتراض ان هي حصلت اعتقد فيه على افتراض ان هي حصلت على مدار التاريخ يعني على مدار التاريخ ايه كم مره في كم مرات قليله لا وهتبقى بقى ايه شماعه لدى جميع الفرق على فكره جميع النقاط وجميع باب يعني صعب جدا. الموسم اللي فات مش ناس كتير قاعده تتكلم طب لو هو مباراه نتيجه الحكم ده ما كتبش ليه افتكروا ان انا يا جماعه والله بعد ما طلعت من الماتش اكتشفت انه في 2 بلن وانا ما خدتش بالي. طب شوفوا الاهم الماده 99 انت هنا بتحول شخصيه الحكم لايه؟ هو مين قائد الملعب اليس الحكم ولا الفار؟ الحكم حكم طبعا يعني ممكن الفار يقول لك ايه قرار وانت تقول له لا تعمل نفسك مش سامعه. القانون يعطيك قوه كل شخصيه الحكم. الحكم بتظهر فيها رئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات وامتى ياخدها. هي اللائحه دي متغيره ما انا بقول لك لا يا فندم دي اول مره يتم. اول مره بيقول لك ان اول مره طب ممكن اقول حاجه بس البند ده محطوط في لائحه الفيفا من سنين كتير بالظبط كده في شؤون الحكام من زمان جدا لكن دلوقتي لاول مره في عندنا في لائحه برضه لا بنرصد في تاريخنا كانوا قدر يديين ان في حكم طلع اعترف يعني بشكل صريح كده انه اخطا يعني بشكل يعني الخطا وارد الخطا وارد على عمر الحكم يعني بعد اذنك وعمر حكم المباراه ما يطلع يعترف اولا لان الاعتراف ده يا كابتن اسلام الا اذا ثبت عليه الاعتراف ده هيبقى قرينه ضده كمان ده هو لو طب معناها ايه يا فندم انا محتاج افهم بس لا ما هو معرفش ايه يعني هو اصلا من غير ما يبقى عندك في اللائحه بتاعتك ده زي ما حضرتك قلت والناس كلها عارفه هي فلسفتها ده موجود في الاتحاد فلسفتها جمال في الفيفا انها رد لحقوق وان القاضي هذا القاضي العادل ماشي. بيقر بشيء ما لم يطبق فيه القانون وبالتالي ما يتعدمش الراجل اي دي فلسفتها ماشي ماشي لكن مش بالمنطوق ده انا اسف اي قرار او اي حاجه بتتعمل بتبقى انت متوقع هل قابله للتنفيذ ولا مش قابله للتنفيذ بالظبط كده هل حضرتك ده اللي انا بقوله الاليه هل حضرتك آلية التطبيق طب انا عايز اقولها طرح كده على الناس نعمل فوت فوت هل نشوف كام واحد هيقول ان ممكن يطلع حكم يعترف بانه غلط استحاله لا كام واحد هنا احنا انت بتجيبها انا ولا واحد ولا واحد, ولا واحد. لا انت بتجيبها بمنظومه العداله معصوبه العينين وانك حكم يعني قاضي ولا يعني. بتجيبها بالمثاليه ما المفروض ان اللوائح والقوانين والدساتير توضع للاقتراب على الاقل من المثاليه طيب ده قاضي الملاعب اخطر خلي بالك طبعا لانه قراره في جزء من الثانيه ما بيرجعش فيه تمام صعب جدا تمام طب هل من عشان كده عملوا الفار يا هل من المنطق انك انت تجيب قاضي من القضاه وتطلعه في برنامج وتتكلم على اللعيبه لا القاضي طبعا عنده القاضي اصلا عنده نقد عنده ابرام وعلاقته بفلان وبقيم لك هل ينفع؟ لا طب بكره ده لما ينزل الملعب بمنطق يعني هيقابل فلان ويقول له معلش اعمل لك ايه أيوة. انت اللي عملت كده اصلا ما بيضربش في الملعب الناس كلها ظلمها لا 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 مش هنعمل معاه حاجه يعني على حاجه حصلت انا بتكلم برضو ده يجننك يا استاذ اسامه طيب فكرني انت رايح في سكه مين؟ الراجل بيجيب لك ماده من الفيفا موجوده اصلا قديمه مش النهارده احنا جايبينها النهارده هتقنعني انك انت ممكن تخلي حكم بتليفون بعد
الماتش يا ابني الماتش هي دي النقطة الغيه يا ابني هي دي النقطة ده عملت مصيبة فيه ها هي دي النقطة طب انا عايز يا ابني انت عملت مصيبة فيه هنقدر نوصل للحل بص بقى عشان كده قلت لكم عشان كده قلت لكم الاخطر هي المادة 99 اللي هي يا استاذ عصام اللي هي محطوط فيها انه التحكيم شأن خاص لمين لاتحاد الكرة مش عارف ايه الحكام مسؤول عنها لجنة الحكام الرئيسية ولجان الحكام بالافرع ايوه جديد بقى انزل اكس بقى عليها كده لان ده هراء هذه اللجنة يجب ان تكون مع رابطة الاندية المحترفة بس هي التي تعين القضاء هيترفض طبعا عشان انت يا ابني انت واللي انت قلته والفار معصوب العينين وبالتالي ايه كم الشكوك اللي بتحيطوا بيه الصناعه ده غريبه جدا حاجه غريبه جدا يعني ده بند مش موجود هو موجود في الفيفا من عشرات السنين دلوقتي حضرتك بتستحضر البند ده وبتحطه بدون اي بتشور عليه ليه وبتحط بتشور عليه انا قلت ايه النهارده قبل ما ابدا مع حضراتكم قلت يا جماعه احنا مش الدوري هيبدا يوم 25 يوم 25 بالليل هتلاقي مشاكل هتلاقي النادي بتاع الاستاذ محمود طلع يقول لك لا ما هو الحكم بتاع واللي كان الاستاذ النادي بتاع الاستاذ محمود بيلعب ضد النادي بتاع الاستاذ عصام لا ده الحكم ده اصله بيحب الاستاذ عصام اكتر مني طب انا هطرح سؤال هطرح سؤال يا كابتن اسلام في الموضوع ده بس عشان في تكمله للموضوع اتفضل لا هطرح سؤال وشاركوني فيه هل احنا عندنا الثقافه اللي تسهل لنا التعامل مع البند ده يعني معنى ان يعني يبقى لو حكم اعترف هل هنتقبل منه ذلك ولا او لازم نمارس عليه ضغط بشكل او باخر ده شرط تعجيزي شرط يعني عشان انا ما فهمتوش بصراحه عشان كده ما قدرتش يعني ممكن بص تاني يوم يا راجل خلي عندك دم اعترف بان في اخطات في كذا وكذا كذا ولا ندي اعتبار للفار ولا ندي اقول لحضرتك حاجه انا ياما وكلنا مرينا بالتجربه كان في حكام كبار اصدقائنا وهو قاعد معايا ممكن يعترف زي ما هو عايز بالظبط انما اي طبعا يقول لك تسالت على واقع عين يقول لك اه فعلا خطا وارد ايوه بس خطا وارد مش خطا ورقه يقول ان ما تعرف لا هو حتى ما هو معلش برضه بمناسبه الورقه هو هنا ما قالش هيقدم او هيقول او هيتم الاليه بتاعت يعني انا دلوقتي ممكن اطلع اكتب على الفيسبوك مثلا انا حكم اسلام شاطر حكم هطلع اقول والله يا جماعه انا اخطات في مباراه محمود وعصام اخطات فيه تمام فلا من حق عصام ان هو يجيب الجون والجون ده ما كانش خطا ماشي خلاص ماشي هقول كده على الفيسبوك ولا هقول كده في التليفون لرئيس الاتحاد ولا هقول كده في التليفون لرئيس ال هو قال لك اذا اعترف بس هو اذا اعترف فين باي شكل بقى فين الاليه اللي بيعترف يعترف للجنه حكامه فتنقل للجنه المسابقات اللي عندها النتائج مفروض كده طب لو حكم اعترف هتبقى عقوبته ايه لا مفيش بقى البند العقوبه اولا ما اعرفش لكن الحقيقه ان دي ان دي بتنجيه اساسا من العقوبه والدليل على اللي انت قلته يا كابتن اسلام انت بتشاور عليها ليه انت مطلع ليه انها في الاعراف ووضع الدستور لا تظهر ولا احد يتحدث عنها محدش بيتكلم فيها اساسا حجم الخطا يكون اعتراف بيه يعني ايه الخطا اللي ارتكبه المباراه الله ينور عليك دي اليه ثانيه ايه بقى يعني ايه الحدوته اللي حصلت هتخليه يعترف بيها انا مثلا اقول لا لا اداله الحكم يعني ادانه الفار كمان خلي بالك ما هي ما هو بس الحاج يعني بص لازم بص غالبا يعني غالبا يعني غالبا الكابتن حسام مره الله يرحمه شرح لنا دي فراجل جميل عند العقل صديق انا هو عم جمال وراجل حكم مشهود له بالاحترام يعني معتزل طبعا مش موجود قال ان الحاجات دي بتتعمل لربما بتنقل ايه بقى مش نتيجه ماتش نهائي كاس عالم حاجه كده حدث ملوش حل هو الفيفا يعني. قال ايه بقى الفيفا قال ايه لو سمحتوا يا شباب حطوا لنا البند اللي مكتوب في الاصلي بقى الاصلي في الفيفا أيوة. مكتوب أيوة. ايه اذا اخطا الحكم خطا جسيم في اضيق الحدود ايوه ده محدد واليه هي يعمل ايه اخطا خطا جسيم تعادل المباراه اضيق الحدود تعادل المباراه خطا جسيم وتعادل المباراه وفي اضيق الحدود وفي اضيق مين بيحدد الخطا لا اولها الحكام بقى في مش الحكم لا مش الحكم لا اولها اعترافه مع احترامي للجميع اولها اعترافه يعني هنا هنا انت بتفتح شغل بقى مع كامل احترامي ليك تيجي تقول لي انت هنا فين لا في الفيفا ليه؟ في الفيفا ما بيفتحوش مجال ايه انواع الخطا الجسيم
ما دلوقتي انا عاوز اعرف دلوقتي بتقول لي انت لو شربت كوبايه الميه دي هيحصل لك واحد اثنين ثلاثة اربعة. اقول لك حاجه ثانيه. ماشي خلاص اتفضل. اقول لك حاجه ثانيه، انا دلوقتي بلعب اوت، هي اوت لصالحك خلاص، وهي في الاساس لصالح انا خلاص، انا لعبت الاوت اتخطفت دخلت فيها جول، هعيد المباراه عشان الاوت. انا مش فاهم ايه اللي يعني الحاجه مش طبيعيه والله. عارف الاخطر في الموضوع ايه يا عصام يا كابتن؟ انا كان نفسي يبقى في حاجه واضحه تقول لي يا جماعه ده احنا عاملين السنه الجايه اللي هيجيب سيره التحكيم هيبقى موقفه مثلا مثلا اخطر قضيه تقديس التحكيم. يعني انت عاوز تحمي الحكم بقى عاوز يبقى عندك دوري قوي، فتروح قايل ايه اي مسؤول بعيد عن يعني عضو مجلس اداره في نادي، اداره الاعلام في نادي عملت اي حاجه ضد الحكم عقاب هيبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه. اي حد تطلع يتكلم في تصريح رسمي ضد الحكم يرهبه او يروعه او يخوفه هيبقى واحد اثنين. لكن انت جاي تحكي لي في حاجه بتفتح باب ما فهمتهاش وزاويه ما فهمتهاش زاويه، انت مش لازم تقول لي ما هو انواع الخطا الجسيم اللي انا حاسبك عليه. لا هناك هناك ولا هنا؟ لا انا بتكلم على هنا. لا هنا هنا ده فتح باب للغط اللي حاصل ده اهو في مائده صغيره. لا حضرتك ده خلي بال حضرتك، لكن هنا اول برنامج لمزيد من المثاليه، وبالتالي هذا الخطا الجسيم تعادل مباراه. وانا بقول لحضرتك لا هيبقى في اضيق الحدود ده الفيفا. في الفيفا انا بتكلم على وضعها في الفيفا لانه هو يريد مسابقات فير عادله نظيفه تمام، وبالتالي لن يسمح بانه تدان هذه النتائج، وبالتالي وضع البند ده الذي لا يقرا ده بند كده معمول زي الخل الوفي. البند ده اتحط امتى؟ اللي عمل هو الشرط هنا ولا في الفيفا؟ لا هنا هنا لا هنا هل هو هنا لا يعني هو في الفيفا لا احنا استند على الفيفا هل هو بند قديم جدا ولا قديم جدا هعرف لحضرتك لا بيفعل قديم قديم يا اسامه بالتالي لا بيفعل قديم. لا انا عايز اضرب مثل هنا في ماتش الاهلي اللي خسر فيه يعني جيش خط المرمى لافار قال ان دي كره جون ولا الحكم قال ان دي جون. طب مين بقى المدان هنا؟ يعني مين يعني بالوضع التشريحي للاعب اللي بيشيل الكره من على خط المرمى هي جون هي جون 100% بالوضع التشريحي يعني. بص يعني فبالتالي دي نتيجه اثرت على مسار الدوري ونتيجته في الاخر. مين اللي مين المدان هنا؟ يعني الحكم بيقول ان انا اخطات ولا يقدر يقول ان انا اخطات. سامي ده بند خزعبلي اللي عمله والله العظيم ما له اي داعي، اللي هو اللي بيجي يفسر الماء بعد جهد جيد بانه الماء وضع طبيعي جدا يا معلمين يا بتوع الكوره، انه القصه الحكم لو اعترف من غير ما اكتب ده خلاص. لو اعترف الحكم ده خلاص خلاص هو ده بقى الفيفا. انما الحكم لن يعترف هو ده الفيفا عايزه جمال. والقياس مع الفارق في ماتش مصر وزيمبابوي كتب الرجل ديريمبا انه في الدقيقه مش عارف كام و70 ولا لا نتاج دش من الاحجار وتعادل اضطريت ان اوقف واعتبر المباراه منتهيه، لكني استكملت المباراه حرصا على الجماهير واللاعبين الله عليك يا اخي والموجودين وتعادت المباراه في مدينه لوين في فرنسا تمام. الحكم ايوه هي دي بقى اللي الفيفا بيستند عليها، مش ان انت تكتب لي بند اذا ما تراءى لنا وبعدين جه بعد 48 ساعه انت عايز تخش تلعب مع النتائج ولا ايه؟ ما حصلتش الكلام ده. ده في ماتش يرجم في الدوري الممتاز بيه السنه اللي فاتت لعبوا الالومنيوم عاوز افتكر لك مع فرقه وتعادت المباراه فرقتين وكان نتيجتها انه الالومنيوم ما كملش يعني ما كملش كان المفروض يحسم أيوة المساله يحسم المساله حطيت له كده ايه زلطايه كده ما هو بقى فاضل لك زلطه وتطلع بره كانت دي الزلطه اللي طلعت هي دي بمناسبه الدرجه الثانيه هو ليه الدرجه الثانيه التغييرات فيها ثلاثه وفي الدرجه الاولى مثلا حاجه برضه غريبه لا حاجه غريبه أيوة غريبه جدا على فكره يا كابتن عشان درجه ثانيه يعني ايه؟ يعني دي على فكره احنا لازم نخترع ونحط حاجات نبين ان احنا بنعمل حاجه. يعني انا قاعد فاضي مش لاقي حاجه، بص يا جماعه ايه الفرق؟ انا قررت ان انا في الرد على السؤال ده. عايز تعرف ليه؟ اجتهاد في الرد السؤال ده ان مسابقه الدرجه الثانيه اصلا اقل في عدد المباريات نمره واحد، نمره اثنين ما فيهاش ارتباطات منتخبات. فبالتالي يعني الجهد على الفرق
أقل. ربما اقل ده اجتهاد ده كل مجموعة 18 فريق والله يعني هو اجتهاد مشكور بس انا اقول لحضرتك ضده بره ممكن اقول لحضرتك يعني ليه بلد واحده حضرتك اقول لحضرتك ليه الف وب الف خمسه وب اقول لحضرتك ليه بس. لانه اولا اغلب الانديه اللي عقدت الجمعيه كانوا من الدرجه دي مش من الممتاز اولا الجمعيه اللي هي اللي قالت احنا عايزين كره بجد او بنص جد ثانيا وده الاهم وده الاهم من اولا انه يفترض ان محدش يفتلهم دول لازم يبقى ليهم رابطه اما واننا بدانا في حكايه الروابط يبقى في رابطه للدرجه الاولى ما فيش حاجه اسمها الف دي يعني امتى بقى نخلص منها الدرجه الاولى والدرجه الثانيه يبقى ليهم رابطه انديه محترفه بلجنة مسابقاتهم محترفة طب بالك من اجتهاد مني انا بقى عندي تالت عندي اجتهاد يمكن مفيش كورونا في دوري الدرجة الثانية لا او مفيش ورق يكملوا عليه كتابة اللوائح لا والله انا هقول لك حاجة عندي اجتهاد اتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية لقيت ان الرابطة هنا حطت خمسة فقالت لك لا انا هحط هنا ثلاثة او مالهمش ضهر مالهمش ضهر ما خلي بالك حضرتك اختلاف اصل حاجة معلش هي حاجة غريبة جدا غريبة لا غريبة هنا خمسة وهنا ثلاثة طب ليه عقوبة خلي بالك الدوري ده بره ده طول دوري يعني في الدوري الانجليزي دوري انت عارف وليه جوازه كام 150 مليون جنيه السنين بطل الدوري في كل العالم يعني الفرق اللي بتصعد بتاخد رقم في انجلترا بس في كل دوري وليه مشاهده وليه نسبه مشاهده وانت قلت انك انت المفروض ايه تحطه كان لما عملت لجنه رابطه الانديه دي قلت قلت يا جماعه اللي هنا اعملوا عشان انتوا مكملين للمساله دي والجزئيه هنا انت بقى ايه خدت جزء وسبت جزء مش ده كان متطبق بس الكلام ايوه انت خدت جزء وقلت ايه كان متطبق على الاثنين ما انا بكلمك خدت جزء وسبت جزء يا جماعه ده حتى توقف الماء ممنوع عند الدرجه الثانيه ما طبعا ما فيش توقف او حياه ربنا ايه يعني بيعذبوهم لا يعني عشان بيعملوا جمعيه كمل كمل يا كابتن اسلام يا كابتن اسلام انا وراك لما خليلك التغيير واحد بس يلا كمل كمل انت ايه اعمل رابطه هنا وبعدين تيجي تقول لي خلاص يا جماعه القضايا الاهم من الانديه منتظرها تعالى بقى القضايا بس وخطورتها بقى وتقسيمه النسب والحدوته ده ده الموضوع ده انت هتعمله امتى فاللي انا عايز اقوله لك ايه انا عاوز مثلا رابطه الانديه عشان تبرهن لي على الكلام ده والكلام اللي بدأ ده كله على راسي وسمعته سنه اللي فاتت عاوز تطبيق عاوزك تطلع لي لائحه وتقول لي اللائحه دي اللي هتمشي عليها المسابقه السنه الجايه ولائحه المسابقات بالعقوبات اذا ده كله لازم يبقى موجود عشان ما تقوليش اصل ما حدش شافها اصل ما حدش طلع اصل ما حدش راح اصل ما حدش جه انت تقول الاول هتحمي الحكام ازاي مداخلات المسؤولين وتشويه التحكيم بصوره اخرى التحكيم المصري ما راحش كاس العالم يا جماعه يا جماعه امر في منطقه يا جماعه الموضوع عدى عليكم وكان ولا محدش ولا بالي. ولا امم افريقيا انا كلمك ولا امم افريقيا اسالك سؤال الحكم الوحيد اللي كان موجود ابو الرجال عمر رفع الراجل ابو الرجال راح مساعد بس مساعد بس خلاص انا اسالك سؤال الكلام ده ما يخليكش انت كمسؤول تبقى قاعد واقف كده بتشوف العيب فين في عيب وعيب عيب خطير جدا استاذ محمود انت لم تحكم التحكيم بتاعك لانه كل الاستادات يا استاذ ده اللي بنى عليه حكايه التحكيم لما قلنا عايزين حكام اجانب لاضافه للتحكيم المصري مش عشان حكايه مين يجيب اجانب ولا لا ده اللي بنى عليه ان حكامنا مطلوبون حكامنا رايحين كاس العالم قال عليه كده ما والله والله اللي مطلوب يا كابتن انت دلوقتي جيت عملت الرابطه يا عم ادي الرابطه ولا لو سمحت يا رابطه اتفضلي كمان لجنه التحكيم طوري لنا التحكيم لو سمحت قول لنا كده احنا بعد ما رحناش كاس العالم ودينا خدنا كرسي في الكلوب اعمل لك هات لنا حد من بره يمسك اللجنه لو ما فيش حد ياخد كده ومعاه ناس ويقول لنا يطور لنا الحدين وطوروا التحكيم وحطوا لنا البند الغريب ده انت عارف والراجل قاعد بيدير الحاله ده عارف السبب ايه وده عارف وانا عارف كل اللي في الشارع واللي حوالينا عارفين انه ده مش هيحصل ليه لانه في مصر مش مصالح لا ده مساله عده المصالح بص يا محمود مش الحكايه ان احنا لازم نعضد رابطه الانديه نعضدها ونقول لها حقوقها فين الحقيقه لانه هي برضو مقابل فرحتها بدءا من ان يبقى عنده مقر خارجي وده كلام مش صح مع احترامي يعني لازم ياخد مكان في اتحاد الكره هذا حقه على ده المبنى القديم ده يصلح للروابط وبيبقى في اتحاد جديد اللي عاملين يصرفوا عليه ده راجل وهدوا اوتيل سليم وبيعملوا اوتيل غيره وقصه كده كبيره يعني مش كتير يا رئيس المهم يعني انك تاخد دور عايزين نعضدهم بقى عشان مش كل شويه يسلبوا حقوقهم في حاجه لازم ياخد لجنه الحكام والمسابقات ويجري تطويرها زي ما انا متاكد انهم محتاجين الفار يبقى احدث نسخه على فكره الشركه اللي رموها وقالوا ده هي اللي عامله للامانه
ما بتاخدش فلوس حتى الآن، وكل الحكاية أنها ما تجيبش العربيات الجديدة، وحتى الآن تنتظر وعلى مسؤوليتي اتحاد منتخب عشان تصرف مستحقاتها. تخيلوا. طيب. كله بيلعب قبل الأفكار بقى. فكرة أخيرة بقى، نعمل الحكام لجنة مستقلة. مستقلة يعني إيه؟ يعني ملهاش علاقة لا مستقلة في قرارها وازاي تطور تبع لمين يعني؟ تبقى مش تبع لمين؟ لازم الرابطة. زي رابطة الأندية. هي مستقلة زي رابطة. ما هي مستقلة تبع هي رابطة. مستقلة. هي مستقلة كتكوين. بس مين هيصرف عليها؟ هيصرف عليها. مين هيصرف عليها؟ لازم تبقى تابعة لرابطة الأندية. ماشي تابعة للاتحاد. وتجيب لها أنت تطورها. ما أنت مين هيحاسبها طيب؟ لازم تجيب أسألك سؤال. جالك في مشروع وأكاديمية الحكام. تعرف فيها كم حكم من أبناء الحكام؟ 60 حكم. من ابناء الحكام؟ من ابناء الحكام 60 واحد. عارف العمليه وراثه. بس على فكره مفيش مانع. بس لو كويس انا مع الاختلاف يا كابتن. انا بقول لك انه ده غلط. بس اقول لك ايه، زي ما انت مسيطر ادي فرصه للناس الثانيه، ادي فرصه اغري لاعيبه الكوره اللي بيبطلوا مثلا منك تدي. دلوقتي انت رفعت المباراه 7000 جنيه في المباراه الواحده، وحمل الرايه 5000، مش عارف مين 3000، مش عارف مين 4000، وعمال توزع يا عم في الالاف. ماشي ربنا يكرمك. الناتج هو انا مش في صالحي ان يبقى الحكم بتاعي رقم واحد؟ طبعا صح. طبعا مش في صالحي. انا مش عاوز يا عم حكم اجنبي كبير الاهلي والزمالك والكلام ده. انا عاوز دلوقتي حكم قوي قوي الشخصيه عشان اشوفه بره. احنا دلوقتي لما نشوف مصطفى غربال يعني شوف الهيئه. لا شوف يعني انت شوف بص عليه. هل احنا عدينا ناس كويس؟ بس عاوز الثقه وعاوزه تبعد عن دايره الالوان. طيب. وعايزه تبعد اللي يحميها. طيب. مش كل ما يطلع يحصل اللي بيحصل، واحد ينزل ياخد حكم روحه ودخله جوه، واحد يستدعي الحكم يقول له انا بروحك. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا. حد بيعلمه مفيش مدربين للتحكيم يا جماعه من غير زعل. نطلع فاصل بس بعد يا ريت نطلع فاصل. يا ريت نطلع فاصل ونرجع نكمل. يا ريت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. منتخبنا الوطني حقق انتصارين على ليبيا وتصدر مجموعته. هل هي شهادة اعتماد لكارلوس كيروش ولا الجمهور لسه هينتظر لما يصل لكأس العالم؟ لا انا بعتقد انه طبعا الف مبروك للمنتخب انه كسب الماتشين، لانه ده كان الطريق الوحيد قدامه عشان يواصل في التصفيات ونوصل للمرحلة الاخيرة. اوكي. انما انا شايف انه ده الموقع الطبيعي لمنتخب مصر بالظبط. يعني مفيش جديد يعني. هو الناس قلقت بعد ما المنتخب اتعادل في الجابون مع كابتن حسام البدري. يعني الناس قلبت لما عارف امتى؟ لما ليبيا كسبت انجولا بالظبط. فتصدرت وانت تاخرت، فبالتالي كان الموضوع كمان في حاله عدم رضا، في حاجه مشكله بين حسام البدري وبين الجمهور وبين الناس، في حاجه قفلت العلاقه، فما كانش يقدر يكمل بالطريقه دي. لكن اجمالا نقدر نقول ان كارلوس كيروش قدر خلال الماتشين دول ان هو يحقق لك نجاح بنسبه 100%. 100%. وهذا هو المطلوب اثباته بلغه الهندسه والنظريات. ولكن هل عمل اعجاز او انجاز؟ لا عشان برضو من ايه يعني ما نبالغش، لان المبالغه يا كابتن اسلام طبعا احنا عندنا عيب شويه في الحكايه دي. يا اما الراجل نطلعه السما يا اما ندوس عليه. لا خلينا نتكلم بالامر الواقع، صح ولا ايه؟ هو حقق المطلوب منه، يعني ما فيش اعجاز. وبعدين منتخب ليبيا مع كل الاحترام احنا شفناه، هم ليه اتغلب منتخب ليبيا في مصر هنا؟ ده بحسن. لا ليه اتغلب 1-0؟ عشان دافع كويس. بس هو بس كان مركز. هو منتخب قوي دفاعيا. هو مركز على الدفاع. لما ابطال يا جماعه الناس دي ظروفها. ليبيا ان شاء الله تعود. ليبيا على قوه فنيه يعني. انا بتكلم على اتفضل يا استاذ جمال. نجح وهو هنا ان هو يخسر 1-0 فقط بهدف طبعا عمر مرموش. لما كان المهمه المطلوبه من لاعبي ليبيا انه يدافع بس. لكن لما هتشتغل بقى على الملعب مكسب عايز تكسب وعايز تدافع وعايز تهاجم. وانت التوفيق كان حليفك في واحده كانت ممكن تعمل لك مشكله بالظبط. مش التوفيق الشناوي يعني حد الشناوي رجله فيها كانت كره يعني رايحه في. لكن هي الفكره يعني اقصد انه فريق منتخب ليبيا كان الله في عونه. والله ان هم في وسط كل هذه الظروف بيصلوا لهذا الشكل وبيصلوا لهذا الشكل. ابطال. طيب. نتمنى التوفيق بقى في يا رب. استاذ محمود هل تتوقع اي تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب خلال الفتره اللي جايه؟ هتغير ليه؟ مش تغييرات، الدنيا هتبقى مستقره خلاص. هو خد شهاده اعتماد كده
بالظبط. وكان احنا وصلنا لكاس العالم يعني الكلام الجو اللي انت انا شايفه ده يا جماعه ده لا بس معلش يا استاذ محمود هو ايه المانع لما المدرب يبقى بيجيد كشخص وانت ليك ما صدرك وعارف طبعا الكلام اللي بيتقال ما بين ان هو واحد من الشخصيه قويه وكذا وكذا والشخصيه اللعيبه بتحبه وكذا وكذا ولكن ايه المشكله لما اقول ان هو كويس في ماتش هو كويس فيه حتى طبعا. فنيا جوه الملعب أيوة وعلى الجانب الاخر لو ما بقاش وحش انا بقول لك الكلام اللي هاخد من الكلام اللي قاله انا بقول لك انه راجل عمل خلاص احنا كنا في محنه فوز ليبيا على انجولا دي اللي عملت لنا المشكله ايوه وده اللي اربكت الدنيا صح. بعد كده انت خلاص ربنا كرمك كسبت هنا 1-0 فضل توفيق ربنا سبحانه وتعالى ورحت هناك عملت ماتش غير متوقع على ارض صعبه جدا ومع ناس يعني الناس بتعمل لها كده تعظيم سلام برافو عليك الشعب الليبي والاخوه في ليبيا احنا وليبيا كده على فكره يعني انا رحت ليبيا اكتر من 3-4 مرات كلنا وشفت حجم العلاقه ونتمنى انه ليبيا ترجع زي ما كانت ان شاء الله باذن الله تعالى بس انا بقول لك ايه انه كروش خد شهاده الثقه خلاص والاعتماد هنا بقى صدرت المجموعه دي نقطه المفروض من وجهه نظري مفروغ منها الرهان الحقيقي لكروش هو مباراه الفيصل في القرعه اللي هتتم في مارس اللي هي الذهاب واللي هي هتبقى النقطه الحاجه الثانيه السيطره على الفريق نفسه لان من خلال رؤيه ومن خلال فكر انا شايفه في الراجل وجي من اجله وتم استدعاءه واستجلابه اولا مع خبراته الكبيره هو اللي عملها خلال يعني تنقله ما بين يعني الكره المختلفه يمين وشمال اتجاهه هيتم تقويض اللاعب المحلي مستقبلا هيبقى الاعتماد على الفرز اللي جاي من بره يعني فرز مرموش هتلاقي عندك في مجموعه كبيره من اللعيبه المصريين الموجودين بره هو الفتره اللي هيشتغل يعني النهارده عمل اجتماع هو فعلا بيدور على السجلات على متابعه الدوري هو بقى هيبص بره هيشوف لانه ده الهدف انا عايز اللي بيدير اتحاد الكوره انا عاوز اقلل قدره الاهلي والزمالك في المساله انا عاوزك تجيب لي من بره انا عاوز اعمل منتخب زي المغرب زي الجزائر يبقى عندي لاعب واحد محلي او لاعبين وعلى فكره دي الفكره اللي جايه وهتثبتها الايام بشكل او باخر او بدليل ان المحترف هيكون ليه اليد والقوه واللاعب المحلي المميز اللي هو هيحتاجه هيبقى موجود عشان تقول لك ايه خلاص انا عملت المسابقه خلي المسابقه شغاله انا مش هاخد غير فلان وسين وصاد واعتقد ده فكر واضح جديد جدا وتم تلقينه للراجل والراجل هينفذه بشكل او اخر ما كناش النهارده هيبقى بكره هيبقى اخر السنه. حضرتك بتتكلم على اللجنه الثلاثيه وبالتالي وبالتالي اللجنه الثلاثيه قدامها شهر لو هتمشي ان شاء الله خلاص ما هو خد السكه يعني خلاص اتحط على الامانه برضو هو الكلاس يعني ايه ده في المدربين الفرز الاول ده هو بيعتمد على كده ما احنا كنا بنشوف طلاينا يبقى ماسك منتخب بلده لكن بيستهوي له لعيب في الدوري الانجليزي وكذا لغايه ما يطمئن للمسابقه اللي هو بيختار منها جوه البلد لانه ده طبيعي كمان احنا الفرز الاول مو صلاح والنني طبعا صلاح في حته تانية لكن بقيت وتريزيجيه طبعا يا رب يتعافى باذن الله وعمر مرموش في قدهم كتير ما حدش عبرهم يعني في قايمه مصطفى محمد لا ده كتير وطبعا مصطفى انا قصدي اللي ما طلعوش يا كابتن وكنا بنتمنى على بعض المدربين من غير ما نقول اسماء يقول لك يا عم لا يبقى ازاي اجيبه منين المهم الراجل كمان بكده يرفع الحوافز يعني دي مش مقصود بيها كتم اللي جوه لكن ثقافه اللي جوه احنا لسه بنتكلم على الارهاق وازاي اللعيب بقى يريح بقى ومش كل حاجه يروح يقضيها بنفسه لازم يعرف مواعيد نومه واكله وشربه وازاي اكل صحي وكذا عشان كده الراجل كابتن اسلام بداها هيبقى فيه تغيير ولا لا انا بقول لك قد يزيد المساعدين دور المصريين اللي معاه انتهى زيه زي كل يعني العالم يعني ايه يا استاذ عصام معلش هيزيد المساعدين اللي معاه الاجانب ربما واحد او اتنين تاني دور المصريين اللي معاه انتهى حتى في حراس المرمى بدا يعني يقعد في عاداته كده وبيوزع الادوار يقول لعصام يعني غير الطريقه حضري وقالوا له ان ده النجم وعارف الاسم وعارف انه كان يعني الراجل اللي فعلا اسم في تاريخ الحراسه رايح حته تانيه ده ملابسه في متحف الفيفا قال له انت مش بتلعب يعني انت المدرب وبالتالي هيزود مساحه مساعدينه الاستاف بتاعه زي كل وحضرتك شفت في الخليج بيدوا للراجل مدير كوره او مدير فريق ومترجم ودومتم انما ممكن يدوا له حد زي شوقي مثلا علشان ده بيستثمروا فيه كبلد انما انك تدي له حد كبير ولا حاجه
نزولا على رغبه صحاب الشغل اللي بيوافق لغايه ما يستلم منه الملفات. بعد كده خلاص هو هيشتغل، وده اللي هيفيدنا، هيشتغل بلغه الاحتراف اللي هو وصل له. وكيروش تنقل بين كل المعسكرات منتخبات وانديه، عنده شركه معلومه يعني، عنده شركه بيدفع لها من 8 الى 10000 يورو شهريا بترصد له كل ما يكتب ويقال عنه داخل البلد. مش بس كده، ويتابع هذه الاشخاص، يعني لو كتب محمود عنه مرتين ثلاثة أربعة يتحط فوق السيرة. محمود ده بيتابعوله، بيكتب عنه، خلي بالك من نفسك، ده بيتابعوله، ده بيتابعوله، بيتابعوله ماشي، بيتابعوله كمان اللعيبه في البلد اللي بيروحها او النادي اللي يروحها وكراساته، يعني هو برضه الذاتيه جاي ايه، جاي بهدف، وانا بقولها لك وسمعتها بوداني، ما حدش قالها لي من مسؤول في اتحاد الكوره، انه لابد ان ياتي الوقت الا يفرض الاهلي والزمالك سيطرتهم على المنتخب، وان يكون للمحترفين اليد الطولة. وانا بقول لك هذه الفكره تم توجيه الراجل، هتم في هذا المشروع، هيبدا من المرحله دي، وهيتم النهارده، السنه الجايه، السنه اللي بعديها، اذا كمل ان شاء الله. اتمنى منتخب بلدي ان شاء الله يكون في كاس العالم باذن الله ان شاء الله. لكن انا اتمنى انه احنا المساله تكون هدفها هو الكوره، مش هدفها اللي ده مش هيتلقى، ما تقلقش، ده مش هيتلقى، ده جاي يشتغل، مش هيبقى عنده خرايط الجانبيه دي، هيسمعها من هنا ويفوتها. طيب اتفضل يا استاذ سامي. يعني طبعا المرحله الجايه مرحله التحديات كلها، كاس العرب، كاس افريقيا، التاهل لكاس العالم. اتصور ان الراجل ده بعقليته وخبراته العاليه جدا ان هو متعمد او بيستهدف يعني البطولتين، البطوله الافريقيه وبطوله كاس العرب، مع الظهور الجيد والظهور الجيد في كاس العالم كمان. فانا هضيف على كلام الاستاذ محمود ان هو فعلا مش معقوله يبقى عندي ثروه كرويه منتشره في الانديه الاوروبيه ما استفدش منها، دي لان دي اللي هتفيدني جدا، هتبقى فارق طبعا في كاس العالم طبعا، وهتبقى حافز كمان للاعيبه المحليين ان هم يعني يسعوا يطوروا نفسيهم، ومش ما ينظروش تحت رجليهم المسابقات المحليه فقط، لا، عشان يوصلوا لان هم يبقوا قيمه معينه في كاس العالم. نتمنى، انا مطمئن جدا للتاهل ان شاء الله كاس العالم، في مطمئن جدا، مطمئن الى حد كبير جدا ان شاء الله. اللي حصل في ماتش ليبيا مع الفارق الفني والبدني والظروف اللي موجوده، يعني بيبين قد ايه اللعيبه كانت يعني مقيده، يعني في السابق يعني مقيده، وقدرت تفجر طاقتها في الماتشين دول. وهنشوف اكثر مع الماتش النيك اوت اللي هو التصفيه النهائيه، هنحدد يعني اذا كان فعلا اللاعبين دول عايزين يعملوا حاجه لبلدهم. لا، يبقى في امم افريقيا كمان طبعا، وامم افريقيا وكاس العرب يعني تمام. فطبعا وصولا الى الظهور المميز جدا في كاس العالم، ودي خطوه لسمعه الكره المصريه. والراجل ده يعني ده هيبان قيمته في المرحله دي، واتوقع زي ما قال الاستاذ عصام ان يكون في استعانه بخبرات برتغاليه اخرى ضمن الجهاز، لان استاذ عصام قال لنا ان خلاص تم تقييد بس ربما مؤجله. طبعا مؤجله، ما هو مش يعني كده عشان مفيش استعجال، محدش يحط له طوبه تحت العجل، ما هو الراجل بيفهم برضه. بلاش الطوبه دي، عشان المهم خلينا اقول لحضرتك على حاجه. انا بس السؤال هو بس، انا ما عنديش، ما فضلش معايا، بس هو مش قصير يا كابتن، الراجل طويل. لا، البوديوم هو عايز اقول لحضراتكم على حاجه، هو سؤال انا كنت عايز اساله بس ما عنديش وقت، فلو هنقدر ناخد دقيقه 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 او ما نجاوبش دقيقتين. طيب، انا اصلا استغربت جدا برضو، النهارده يوم الاستغراب العالمي. المهندس احمد مجاهد ما حضرش قرعه الدوري. ايه راي حضراتكم في هذا الموضوع؟ اول دقيقه بسرعه، الدوري مش بتاعه يحضر ليه الراجل؟ اما يبقى يعمل هو الكاس، اما يعمل الكاس ما يجوش هم كمان. هي طبعا يعني خلاص الرابطه مش بتاعته يعني. لا، ده كده في ازمه استاذ جمال. انا معاه، مع محمود، انه فعلا في ازمه، في ازمه، بس كان يجب على احمد مجاهد ان هو يحضر، الا اذا شفنا ايه الازمه بقى واللي وراها. لا، في حاجه مش وقته. اقرا التصريحات اللي بتتقال. عايز 20 أيوة أيوة شوف انت ايه. لا، في الخمس تغييرات، ثلاث تغييرات في صراع. طب في صراع، انت في دي بتاعتي لازم تقول لنا بقى.
احمد مجاهد ما جاش ليه القرعه. انا ما عنديش فكره ده، انا اللي بس وانا ما عندكش دقيقه. ما عنديش دقيقه. انا بشكركم جدا كالعاده، منورنا ومشرفنا، وان شاء الله انا هخلي السؤال ده نقدر نتناقش فيه اكتر، مهم جدا لان ده عايز حلقه كامله كل المجلس الاتحاد الشاي. لا والناس اللي مش هتشرب ميه يا كابتن بجد والله، حتى توقف الميه يا جماعه ده في الاتحاد الدولي حرام. عموما يعني ادينا بنحط سبوتات او انوار كده، بننور انوار على الحاجات اللي بتحصل وبنشوفها مع نقاد رياضيين كبار ومحترمين. استاذ جمال الزهيري انا بشكرك، استاذ محمود انا بشكرك، استاذ سامي انا بشكرك، استاذ عصام انا بشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد، خلاص الاسبوع ده خلص، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.